هل أن دور بلاسخار دائما كان إيجابيا أم هناك شبهات تدور حول دور بلاسخار؟ من أسوأ وأفسد من جاءوا ممثلين للأمم المتحدة في العراق هي بلاسخار. ما مختلف، نحن لا نختلف، لا من الدخل جارك بمشاكل بيتك. طيب. هي انت اصلا عندك مشكله بدارك باسرتك. طيب. لكن منو اللي وصلك؟ وصلك من رب الاسره. طيب. فاسد مع جل الاحترامي. دكتور. طيب. نتفق من الان على انه نرفض جميع التدخلات. جميل. في العراق. نعم. لما يكون رب الاسره ما قادر ونزيه وشريف على اداره امانه هذه العائله. ما رب أسرة. لكن ماكو رب اسره، لا موجود رب الاسره، لا ماكو رب اسره، اكو شعب عراقي، شعب عراقي يخرج للانتخابات يختار من الشعب يريد. اولاد، لكن الاب اللي تسلم السلطه من عام 2003 الى الحين. طيب.